جات زوينه وجات غزاله وجات حمراء وبنينه. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، حمدنا الله وشكرناه. لا اخوتي، لاني مريضه وحالتي حاله وقلبي منفوخ. وكيدايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، والله يحفظكم والله ينجيكم من كل شر. اخوتي حنا كنشارك معاكم اليوميات ديالنا نهار بنهار ويوم بيوم، والزينه فيها والخايبه فيها، وكل نهار ورزقه كيف ما يقولوا، كل نهار شنو مكتب عين الله. اليوم اخوتي نزختي كانت مشى يعني ما عيطتش عليا بكري، نعسنا. المهم انا من فقت حتى ديك العشرة عيطت لها، ملي فقت هذيك 11 فقت عيطت ليها، قالت لي راني مشيت عند لوسي عند خراج لها، مشاو عندهم، عيطت عليها مرتو قالت لها جي عندي انت وسفيان ويان باش نشوفوا الدر الصغير، والله عمرها دار خوه مرت خوه الله يعمرهم دار. المهم مشات عندهم تقريبا جات مع ديك 12، عيطت لها قالت لي راني شويه مريضه. قلت لها هما اللي مريضه علاش خرجتي مشيتي؟ قالت لي راني ما قدرتش نخسر هذيك المراه، راني غادي مشيت عندها شويه غادي نجي. المهم خوتي ملي جات دقت عليا، نسحب انايا عادي غادي ندخل عدي وناكلو ونشربو ولا نجلسو نجمعو، ومن بعد كنمشي لعندها وكندوزو عندها النهار وكنديرو فلوقات وكنبارطاجي معاكم كل نهار بنهار. ايوا تا جات دقت عليا قالت لي، حليت عليها قالت لي راني مريضه وجهها صفر وحالتها حاله ومكمشه بحال هكا. قالت لي راني مريضه، قلت لها مالكي؟ قلت لها قالت لي مريضه، خاص عبد الرزاق يمشي معايا شوفي كيفاش. قلت لها صافي عبد الرزاق يمشي معاك للايرجونس، يمشي معاك للسبيطار ديريكت. وخوتي دابا راه مشات للسبيطار، والله الا قلبي لا منفوخ، راه ماشي دابا باش منفوخ، شحال هادي وانا كنخمم فيها ومانيش مرتاحه من جهتها. كيف ما كتشوفوا اخوتي كيف ما لاحظتوا وجهها والله صفر وحالتها حاله وضعافت بزاف. وديك النهار كنا دايرين كسكسو وكلات كلات كلات في الكسكسو، وشويه وهي تخرج لها واحد بحال الولسيسه خرجت لها هنايا فوق من في السره ديالها، فوق السره ديالها. المهم قالت لي شنو هذا؟ قلت لها انا هذيك الساعه ما عجبنيش الحال، من ديك مسيتها لها بحكا لقيتها خارجه ما عجبنيش الحال. قلت لها سيري للطبيب. قالت لي وكيفاش غادي نمشي للطبيب ونعود جالسه والشهر يمشي ليا وجيهان غادي الشروط ديالها ما غاديش يكملوا وانا باقا ما كملتش الشروط، خليني نصبر. قلت لها ولكن هادشي راه ماشي ديال الصبر، خاصك تمشي للطبيب. ولا نتوما شتو اخوتي كتبارطاجي معاكم وكلشي وحالتها يعني وجهها صفر، وانتوما كتلاحظوها في الميساجات في التعاليق ديالكم نتوما كتقولوها. ودابا راه راجلي داها ليرجونس، راه كيمشي معاها راجلي حسن حيت كيتفاهموا وياها في العربيه داكشي. راجلها واخا يمشي معاها بقى، مهم بقى مع ولدو هنايا يشدو حيت ما غاديش يدخلوا الدري للايرجونس. واصلا مشى معاها راجلي باش يتفاهم مع الطبه وداكشي ويعاود ليها كلشي. ايوا دابا راني حاله الله الا خوتي، راني مكنمشي وقلبي دارني، قلبي دارني ما نعاودش لكم من هذيك من الجهه تحت نزهه، قلبي دارني وخاطري دارني. ما عرفتش اش غادي يقول لي هالطبيب، وكنتمنوا الخير، كنتمنوا الخير اخوتي. المهم الحياه تستمر وان شاء الله يكون خير يا ربي. دابا جيت نشارك معكم اليوم ديالي، الحمد لله شكرا لله يا ربي. ملي كيكون شي حد عندك مريض في العائله راه كتكون مريض جوج المرات، راه مريض مهلوك. دابا خوتي امس مشيت للجمعه خديت طماطيشه تحت هذيك نقولوا حنا بالزوت العود، زوينه وحمراء غزاله، هانتو زوينه على مزيناتها. جبت منها شي 2 كيلو وجبت منها شي 2 كيلو. ايوا دابا غادي نشارك معكم، جبت هانت جبت الربيع والمعدنوس هما، وجبت واحد لاله الكراسه. حنا في المغرب عندنا قريب ساعة صغيرة تباع ب 30 ريال ولا درهم، وفيها البنة وفيها اللدة. والمهم حمدنا الله وشكرنا، هاد الكرافسة كدير أورونس كنديرو يعني ما فيهاش داك الجهد اللي كيكون في داك الكرافس البلدي، ولكن اش غنديرو، حتى هي راها تعدي بي، حتى هي راها مزيانة. ودابا خوتي تابعو معايا، غادي ندير شوية الحريرة حامضة، الحريرة المغربية ديال الماطيشه، حريره حامضه، حنا نقولوا حريره حامضه. وهانتوما معايا خوتي الحمص، راني البارح جبت كيلو تاع الحمص
ها جبت كيلو تاع الحمص كله رقدته، كله رقدته هنايا، راه ترقد مزيان. دابا غادي نشدو ونصايبو ونقاد الحريره ديالي، وهانتوما غتلاحظوا معايا كيفاش كنصاوبو الحريره ديالي. وها انتوما معنا خوتي. دابا هاد الماطيشه غادي نخليها طيب مزيان في البوطه حتى طيب 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 مزيان مزيان مزيان. هذا هانتوما غادي تلاحظوا معايا شنو غادي ندير من بعد ما طيب، حسن ما نحكها ونديرها كتجي زوينه بحال هكا. ودابا غادي ندوز الربيع وندوز نصيبو الربيعات ديالنا، تبع الربيع تبع الكرافس، تبغي ندير فيها الربيع والكرافس او هذا المعدنوس ايواو والعدس والحمص والسمن ما عنديش، راه عاد بقى عندنا زهر. المهم انتم معايا غادي ندير الحريره ديال الدار ديالي، وقبلوا عليا وقبلوا على موجد، خليكم معنا خوتي. ما عرفتش دابا واش غادي يشدوها في السبيطار ولا شنو غادي يدير، ولا راني من قبيله وملي مشات وانا نعيط عليها وانا نعيط عليها، قالت لي دابا خليوني ما تعيطوا عليا ما والو، خليني دابا حتى نشوف طبيب اش غادي يقول لي، وانا غير عيط عليكم انا. راه معاها راجلي والحمد لله راه في السبيطار، راه دابا مع الطب وداكشي، يعني راه بين يديهم، نتمنوا الخير للجميع وصافي. وندير نيت العشاء بحال هكا، ندير الحريره باش العشاء باش ناكلو حنايا، وندير راجلها ولدها باش يتعشاو حتى هما. راجلها يا خوتي راه والو، راه بيضه ما يعرفش يسلق والو، بحالو بحال راجلي مكملين بجوج، هايلا مكملين بجوج كاع بنادم يعول عليهم. ربيع المعدنوس ها هو، هذا الربيع والمعدنوس قطعته هنايا، الماطيشه باقا كطيب. هذا شويه الكرافس، العواد كنديروا العواد ونديروا الوراك بجوج. هذا ما كنحسكوش مزيان، كنقطعوه شويه رقيق رقيق رقيق، وكيتلاح راه كيولي زبده حيتاش رطاب. وخليكم معايا دابا غادي نوريكم الحيره كيفاش كندير ليها، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم. ورمضان راه قرب وجات مناسبه اليوم، اليوم باش مشيت السوق ديال الجمعه ديال اللي كيكون في بورغراوت، وباش ليا هذيك الماطيشه زوينه، وانا نقول الله غدا ندير الحريره. وانا مثلا درت الحريره ولا درنا كسكسو شي حاجه كنشاركوها انا ونزهه، ضروري تحط لي، ضروري تحط لي هي دارت الحريره كتجيب ليا. ولي زمان هذه ما بقات صوبت الحريره ملي كانت ما خداماش، دابا راه نتوما عرفتوا بنادم اللي خدام كيجي اش بقى ليه من حريره غير تصاوب، ودروكا غير تصح ليا انا نصاوب ليها كلشي. هاد العواد غادي نقطعهم على هكا، كيولوا زبده كيطيب وكيولوا زبده، حيت هاد الكرافس ديال هنا ديال بلجيكا الرومي يعني رطاب، هما اصلا كيديروا به بزاف، كيديروا به الصوبه. غادي ندير ليه هكا ونقطعوه بحال هكا قطعات صغار، ما فيه لا سلك لا والو، السلك عنده باقي يعني باقي طير. ندير ليه هكا نمشي عليه هكا حتى نقطعو كامل، والحريرة كيما كتعرفو راه كتبغي السمن وتبغي شوية اللحم ولا شوية العضومة، كيديرو فيها البنة
كنطبخ الكرافس والربيع والمعدنوس والحمص والعدس. العدس حتى هو كيبغى يترطب، انا كاع ما رطبته اخر العمر رطبته. المهم انا غادي نبارطاجي معاكم اليوم ديالي والاكله ديالي وصافي اللي درتها انتم معايا. صافي هانتوما بحال هكا. هذا الحمص هانتوما تشوفوا الحمص، اللي بغى يفكك الحمص دغيا دغيا وما يوحلش فيه في هذا رمضان. وتعرفوا رمضان كل نهار كاين تفكك ديال الحمص. انا نوريكم الطريقه اللي كنصاوب ليها انا. ها انتم كندير هذه الحكاكه ديال المطيشه هذه، نهز بحال هكا بحال هكا حفنه وندير لها، ولكن ما تورقوش بزاف الا عفطتوا عليه بزاف يدير عاد دوروا عفيف داكشي عافاك دغيا كيتفكك. هذه راه طريقه زوينه ديال التفكك. وكاينه ثاني واحد الطريقه اخرى كانت كديرها الوالده ديالي، كيكون عندنا شي طبق جديد، طبق ديال الماكله، عارفه الطبق ديال الدوم، وكنكونوا شارين شي محكه هذيك الحجره، حاشاكم حجره ديال القدام تكون جديده ما كتحكي بها ما والو، وديريه في الطبق وسيري عليه بحال هكا بديك الحجره هكا 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 بديك الحجره عارف شويه خفيف خفيف من الفوق هكا كنديروا لي حنايا في العربيه في الطبق، وديري ديك الحجره تكون جديده ماشي ديال يعني ما نستعملهاش تكون عاديه بحال هكا، وديري او ديري داك الحمص ديري في الطبق ديالك ديال الدوم وتبداي تهزي ديك الحجره وتمرمري عليه من الفوق راه دغيا دغيا راه ما توحليش فيه. دابا غادي نبقى معاه بحال هكا حتى غادي ندير القياس اللي غادي يقدلي ها يكون معايا. ها انتم ها شتيكم ولا ها كله تجلف ها تحيد ديالها. دابا الجلوف ديالو شتو دابا تحيدوا لي داك الجلوف عا بيديكم بحال هكا تبقى تستي في داك الجلوف تحيدي فيهم هكا هذاك دغيا دغيا. هانتوما خوتي دابا الحمص ديالي ها هو درتو، عندي واحد جوج كردات تاع اللحم حاش ديال الهبره اللي بغى يدير فيها العظوم راه زوينين كيطلقوا داك المخ ديالهم وداك الشيء كيجي زوين، واللي عنده شويه ديال اللحم راه يقرط في اي يقطعوا فيها. انا عندي عاها جوج مرصوات تاع اللحم، والعدس حتى هو هاني نقيتو وغسلتو. وهانتوما راحوا معايا دابا هذه سميتها المطيشه راها طابت في داك الماء، غادي نطفي عليها وغادي نطحنها بالجلوف ديالها نطحنها كتجي حمراء وكتجي زوينه. عاد تبعوا معايا المراحل اللي غادي ندير فيها اشنو هما العطور اللي غندير فيها وداكشي اللي غندير فيها. هانتوما معايا خوتي هانتوما خوتي ها طيب يعني طحنتها مزيان كتبقى حمراء كتولي حمراء وزوينه. دابا غادي نضيف عليها شنو هما المكونات الاخرين اللي غادي نضيف عليها. هانتوما معايا غادي ندير هذا الحمص سميتو ولا العدس خلي شويه ندير هاد جوج لحمات هكا يطلقوا البنه ديالهم وندير هاد الحمايطات والربيع والمعدنوس والكرافس. غادي هاد اللي قرطته بحال هكا اللي قطعته قطيعات صغيرين غادي نديرو، اما هاد الحمص وهاد سميتو الكرافس والمعدنوس والربيع ها نتوما غتشوفو معايا. هذا غادي نديرو دابا وهذا الكرافس والمعدنوس والربيع غادي ندير النص والنص غادي نخليه حتى تلاحظوا معايا شنو غادي ندير في الاخر.
العدس بالحكم العدس كيطيب دغيا يعني ما كيتعطش في الطياب يعني الحمص كياخذ الطياب اكثر منه. غنخلي حتى يطيب شويه حمص شويه وديك الحيمات عاد باش نضيف العدس هو الاخر. ودابا العطريه غادي ندير العطريه اللي كنصوب فيها خرقهم عود عينكم ميزانكم على حسب نتوما شحال غادي ديروا ديال الحيره وسكنجبير والبزار. البزار انا ما كنكثرش مع الوليدات كياكلوا معنا ما كنكثرش. والملحه الملحه وشويه زيت العود. زيت العود هذا زيت العود فيه كنجي داك زيت العود العروس. صافي غادي نخليها طيب مزيان تطيب داك الحمص وداك الشيء غادي نشعل عليها عافيه. اللي عنده السمن يزيد واحد 10 ديال السمن صغيره راه كتجي زوينه يعني السمن ضروري. واللي عنده اللحم يدير يقرط شويه اللحم شويه الهبره ويديرها في اضافه عليه. اللي عنده شويه العظومه حتى هو يعني العظومه ديال اللحم كيجي زوينه كتلقوا في هذيك البنه ديالها. هذا ديال هذه الحريره ديالنا ومن بعد غادي نكملوا معكم المراحل انتما تشوفوا معايا كلشي ان شاء الله. وما نسيت والو هادشي اللي علمتني امي هذا ما كان. دابا ان شاء الله غادي نطفي غادي نعيط على الناس نشوفها مالها وغادي نكمل ان شاء الله هادشي هادشي اللي درت. ودابا غادي نقطع فيها واحد البصله ضروري نقطع فيها البصله. البصله كتجيها زوينه حتى هي دابا البصله كتجي حتى هي مع غندير مقارش تاع الماء طيب باش نروي في الاخر نروي وندير الدقيق. وغادي نعمر دابا واحد براد عادي. دابا غادي نبقى نستناها تطيب. دابا راه جاني الجوع وليت وجا الجوع غادي نعمر واحد براد عادي ونطيب شي بيضات نتغدى بهم. والحريره وقت اللي طابت حنا غادي ناكلو ضروري. دابا نعمر واحد براد عادي ها انتم معايا خوتي راني عاب بوحدي وجالسه في الدار ومحمله وطالع ليا الدم ونصايبو العشاء راه غادي داك. ودابا يلاه عيطت على نزهه قالت لي راه الطبه كيدخلوا عليا ويجوا راه باقين داروا هزوا ليا التحاليل هزوا ليا قالت لي التحاليل وبداوها وهزوا لها حاشاكم داك الماء وكلشي وباقي انا قالت لي غادي يجوا داروا ليا التلفازه وباقي ما عرفناش شنو كاين. باقي انا غادي معاها في الاجراءات كنتمنوا ان شاء الله الخير قلبي من فوق قدو قد هاك ما بغيت شي حاجه طرا ليها. عندها وليداتها وكتجري على وليداتها وكتجري على راسها وضربت التماره في حياتها وما عاشتش مزيان الحمد لله والشكر لله عاشت كرفسه. وبغينا لها كل خير وتعيش لوليداتها وتكبر وليداتها وتفرح حتى هي في حياتها وفي دنيتها يا رب. جلس عيد جلس. وها انتم اخوتي عمرت برات تاع اتاي ها هو خيركم في داركم. طيبت هذوك البيضات اللي شفتو بالزيت العود كيجيو زوينين. واللي عندو الكمون يدير الكمون فوق من البيض كيجي بزاف. ايوا هذا راه ما خلانيش ناكل. جلس ياسين 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 جلس من الكوبليكات وديتها خيركم في داركم اخوتي. بلا طابت هذيك الحريره وما لا راه هذيك الحريره اللي كتشوف فيها راه ما قادهاش العشاء. الراجل عندي راه ما يشربش الحريره ما يشربش الحريره حامضه والو اللي كدير ليه الحرقه. المهم انا ما نحرموش روسنا ما نحرموش روسنا من واخا هما ما ياكلوش الحاجات حنا نطيبوهم الروسنا. دابا انا كنطيبها كيشرب معايا بوستي واختي وراجلها وولدها وياسين تاهو راه غيولي ياكل ياكل معايا تا انا وراجل ديالنا ما ياكلهاش نهائيا. هو جلس لا جلس والله اخوتي لكن ناكلو ضرني خاطر خاطري ضراني ضراني من جهة نزهة وضراني من جهة
جيهان وداراني من جهتي امي وداراني من جهة العالم الحمد لله. شوفوا نقرب لكم البرمه حداكم باش تشوفوا كل شيء على عينيكم. ها نتوما راه وجات غزاله وزوينه وملي كديروا الماطيشه بهذه الطريقه ها نتوما راه كتجي حمراء. ها نتوما كتجي حمراء شفتوها راه ما فيها لا ماطيشه الحك لا والو. دابا ها هي طابت العدس والحمص راه طاب ودوك الحيمات طابوا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نزيد الماء طايب داك الماء اللي طيبت بسم الله غادي نروي القياس ديالي. شوفوا كي شتوها راه جات حمراء وزوينه بهذيك الماطيشه ديال اللي كنقولوا لها حنايا بالزيت العود كتجي بها زوينه. كتجي بها حمراء وزوينه وتشدوا داك الماطيشه طيبوها مزيان مزيان. وكيف ما كتعرفوا اخوتي ده هنايا عندنا داك الكرافس ماشي مجهد. دابا هذاك الربيع وهذاك الكرافس اللي شاط ليا اللي قبيله شيطو دابا غادي نرميه باش يعطي البنه ديالو كتر. غادي نرميه دابا هكا صافي نخليها يدير بحال هكا خلات تشقلب شويه في داك الماء. وغادي ندوز باش نصاوب الدقيق ديالي. دابا الدقيق راه كاع الناس كيعرفوا كيفاش يصاوبوه. ياسي ريحنا ايوا. دابا خوتي غادي نخليها تقلب مزيان في هاد الدقيق يعني يطيب حتى هو مزيان مزيان حتى هو داك الدقيق وداك الربيع حتى هو يطيب. واللي بغى يزيد فيها الشعريه راه كيزيدها فيها زوينه كتجي حتى هي زوينه. واللي ما داش السمن في الاول يديرو في الاخر حتى هو كيجي زوين. وهذه هي الحريره ديالنا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقه اللي صايبت بها الحريره. وما تنساونيش اخوتي من لايك وبارطاج واشتراك والله يحفظكم ونجيكم من كل شر يا ربي. هذا هو المراحل ديال الحريره ديالي راه كتجي غزاله وزوينه والطريقه ديال الحريره المغربيه راه كلشي كيعرف ليها. هانتو راها بلا ماطيش الحك بلا والو راها حمراء وزوينه. هانتوما اخواتي من بعد ما طابت الحريره ديالي لحقها وطريقها وجات غزاله وزوينه انا غادي نوري عليكم على عينيكم اخواتي. غادي نكون معاكم انتم راه طابت جات غزاله بسم الله. انتم راه حمراء بلا ما طشت الحك بلا والو. شوفها بلا ما طشت الحك بلا والو وفيها القوام ديالها كامل بسم الله بسم الله. بخيركم في داركم اخوتي. اكنشارك معكم شنو كنديرو فيها حنايا وشنو ضروري من الكياس العدس والحمص.
جات زوينه غزاله. ها انتم اخوتي ها انتم كي جات. جات زوينه وجات غزاله وجات حمراء وبنينه. وانتم امي الخير اخوتي. دابا غادي نرافقها بشويه ديال التمر. عبد الرزاق ونزهر باقي ما جاوش. قلبي راه ماهم فوخ قدو قد الحجره. حمدنا الله وشكرناه. نمشي ناكلو هاد ما غاديش المهم نمشي ناكلو هاد الرزيق كيف ما شفتوا. جربوا اخوتي غادي تجيكم غزال وزوينه. ورتوما هما اللي الخير ورتوما كتعرفوا ليها. حنا كنشاركوا غير معاكم غير داكشي اللي كنديروا في الدار ديالنا. وانا ندوقها معاكم دابا اخوتي ونشوفوا كيفاش جات. وزيدوا وذوقوا الملحه وذوقوا. بسم الله جات غزاله وجات زوينه. ملي تزيدوا لها داك الكرافس في الاخر وداك المعدنوس داكشي كتجي كتزيد ثاني تفيق داك الكرافس داكشي اللي درتو في الاول كتجي رائعه وتجي بنينه وتجي غزاله. غادي نرافقها بشويه ديال كما تعرفوا شويه ديال التمر. واللي بغى كله نظريه ديالو. كنتمنى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد يكون زوين فيه اخبار زوينه فيه مفاجات زوينه. حمدنا الله وشكرناه حنا عباده واللي دارها فينا حمدنا على الله وشكرناه. خايبه عاد تجي من عند العبد اللهم لك الحمد. كنتمنى ان شاء الله نسمع اخبار زينه على نزهه راها باقه في ايرجونس. الله يحفظكم اخوتي والسلام عليكم.